2، وفيه الناشطة الحقوقية غادة جمشير، وهي تتكلم كلام جيد حقوقي، ولكن عندي عليها شيء سأقوله بعد أن نسمع الفيديو ونسمع صوتها الشجاع، وبعد كذا أعلق. خلينا نشوف فيديو رقم 2 ونرجع مرة أخرى. التمتع بالصغيرة تعرف شنو معناتها؟ معناتها يتمتعون بالطفلة اللي عمرها سنتين، طيب. 3 سنين، 4 سنين. طيب عشان ما ندخلوا في التمتع تفصيلات. بالمفاخذة، خل اشرح لك شنو هم. هذه ضد حقوق الطفل، هذه يعتبر اعتداء جنسي على الطفلة. التمتع بالمفاخذة شنو ذي؟ التمتع بالرضيعة معناته ذي. زين الرضيعة يعني كم عمرها؟ سنة، سنة ونص، أشهر. يعني هل يعقل رجل بالغ يمارس الجنس مع طفلة رضيعة؟ وتقولون للشريعة الإسلامية أحلت هذه الأمور؟ ممتاز. إذن في البداية أعلق على ما قدمته السيدة غادة، أنه أولا ده صوت شجاع وصوت رائع جدا، هي تطالب بأنه لابد من حماية الأطفال، وده شيء محمود يعني يضاف إلى سجلها. ولكنها في ذات الوقت تتحامل على طائفة واحدة في الإسلام، وهي طائفة الشيعة، وتعتقد أن هذا الأمر لا وجود له إلا عند الشيعة، مع أن الأمر ده موجود عند السنة. التمتع بالصغيرة موجود عند السنة، وقدمنا مراجع عديدة جدا في الحلقات السابقة. سؤال، هل ما قالته صحيح عند الشيعة أم لا؟ طيب هذه بداية أريد أن أبدأ بها. نعم، ما قالته صحيح. خلينا أقدم بعض التفاسير هنا في تفسير التبيان الجامع لعلوم القرآن للمفسر الطوسي. صراحة في سورة واللائي لم يحضن الطلاق 4، قال واللائي لم يحضن الصغار. هذه واضحة. إذن يعني من حيث الاتفاق في هذه الجزئية، نعم، أن الصغيرة يمكن الاستمتاع بها، ولكن عند الشيعة في لا يمكن الدخول بها إلا في سن 9. نعم. يعتقدون أن سن 9 هو سن يعني ناضج، هو ده كلام فاضي طبعا، لا علاقة له لا بعلم ولا بأي شيء آخر. كلمة البائسة الطفلة المسلمة. مسألة ناشر يقول الخميني: لا يجوز وطء الزوجة يعني الجنس الكامل معها قبل إكمال 9 سنين دواما كان النكاح أو منقطعا، يعني لو كان زواج متصل متواصل أو كان زواج متعة مؤقت، كان النكاح يعني دائم أو منقطع لفترة محددة يكمل. وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم وهذه الكلمة فلا بأس بها حتى في الرضيعة. حتى في الرضيعة. أصحاب العقول يعني يجب أن ينتبهوا هنا يعني إلى خطورة هذا الكلام، حتى في الرضيعة. هل هذا الرجل بالغ يمارس الجنس مع طفلة رضيعة؟ وكيف عقلتي وكيف قبلتي رجل بالغ عمره 54 سنة يمارس الجنس مع طفلة عمرها 9 سنوات؟ أنت تقولين أتقولون لي هذا إسلام؟ نعم، هذا هو الإسلام وهذه سنة رسول الإسلام. ألم يمارس رسول الإسلام الجنس وهو 54 سنة مع عائشة عمرها 9 سنوات؟ لماذا ترفضين على الشيعة هذا الأمر وتقبلينه لا مشكلة على رسول الإسلام؟ يجب أن يكون هناك عدل. فهذا خطأ وهذا خطأ، ما فيش واحد فيهم صح، الاثنين، بس يجب أن نحكم أيضا حتى ولو ضميريا في هذا النطاق، لكن أنا أعتبرها جزئية هامة. تفضل. وأنا أعتذر للأحباء المشاهدين، أنا حقدم فيديو طويل شوية، لكن ليه؟ لأنه أنا يمكن أن أتكلم كثيرا بمراجع وهو شيء جيد، ولكن جيد أيضا أو بالأكثر أن يتكلم شيخ مسلم في هذا الأمر، فهو فيديو طويل. فيه شيخ شيعي أتى في التسجيل بشيخ سني، وهذا الشيخ السني يعير
الشيعة نعم. ويقول لهم كيف تقبلون الاستمتاع بالرضيعة نعم. وفي ذات التسجيل يرد الشيخ الشيعي عليه ويقول له يعني ببساطة الموضوع عندي وعندك أنت جاي تعير مين تعال أجيب لك من كتبك وراح جايب له من الكتب بتاعك أي إنسان يقبل أن يأتي إلى رضيعة عمرها لم يتجاوز السنة 5 أشهر 6 أشهر 10 أشهر سنة سنتان رضيعة قال يتمتع بها يقبلها يضمها يتفخذها لا أستطيع أن أتكلم ماذا أقول سمعتوا معي كلامه وشنو ألفاظه يعني سيئة أنا ما بأنزل لمستواه ما بأنزل لمستواه تفخيض الرضيعة القائلين أو القائلون بهذا الرأي من عندنا إحنا نقول إن الاستمتاع بالرضيعة ما يجوز وطئها إذا كانت أقل من 9 سنين الكلي ما دون الوطء جائز شرعا ولا لا إذا قلت حرام دليلك شنو دليلك القاعدة الأصولية المعروفة الأصل في الأشياء شنو الإباحة إذا قلت حرام دليلك شنو أنت ما عندك دليل احنا ما نتكلم عن الأمور الأخلاقية ممكن الأمر الأخلاقي ما تقبله أنا ما في أساسا شخص عاقل كبير يعني يتلذذ ويستمتع بطفلة صغيرة رضيعة ما أتكلم عن الناحية الأخلاقية أتكلم عن الناحية الشرعية عندك نص يحرم لكن ما ثبت هذا عند فقيه من أحد الفقهاء ما ثبت ما في نص لذلك قال هذا الكلام أولا هذا جائز ولا مجائز خلونا نشوف أحد أكبر علماء إخواننا السنة شنو يقول وهو ابن بطال المالكي رضيع نعم رضيع في المهد يقول انزل فتح الباري شرح صحيح البخاري الجزء 11 يقول ابن حجر في صفحة 25 وقال ابن بطال يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعا ولو كانت في المهد لكن لا يمكن منها حتى تصلح للوطأ احنا الحين نبي نثبت اولا زواج الكبير من المهد جائز شنو اجماعا طيب الاستمتاع الان بهذه الطفلة الصغيرة جائز طبعا دون الوطأ احنا نقول احنا اول شيء عند الشيعة ما في وطأ من دون 9 سنين ما في وطأ خلونا نشوف الحين أقوال علماء إخواننا السنة وهذا الشخص اللي قاعد يطعن فيهم من حيث يدري أو لا يدري أنا ما أدري شوفوا معي شرح مسلم للنووي في الجزء الثالث في صفحة 577 باب جواز تزويج الأب البكر الصغيرة وأما وقت زفاف الصغيرة المزوجة والدخول بها فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة طيب مثل نقول احنا الاستمتاع بها التلذذ بها شنو يا نووي يقول عمل به إذا ما كان في ضرر يعمل به صح وإن اختلف فقال أحمد وأبو عبيد تجبر على ذلك بنت 9 سنين دون غيرها وقال مالك حطوا تحت العبارة هذه خط وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة حد ذلك أن تطيق الجماع ويختلف ذلك باختلافهن ولا يضبط
بسن وهذا هو الصحيح. الحين هذيل شنو شواذ عندك ما يضبط بسن، يعني اذا كانت تطيق الجماع عمرها سنة سنتين خمسة اشهر عشرة اشهر سنة سنتين لكن تطيق الجماع يقول لك صحيح اذا ما كان في ضرر. الحين ايش رايك انت؟ كل الالفاظ اللي قلتها وتتهم في الشيعة الحين تتهم في اخوان علماء اخوان السنة؟ طبعا هو يعتقد ان هذول ائمته، فبالتالي سب التي يتم تبادلها بين الشيعة والسنة في الموضوع ده بالذات. انتوا الاثنين بتعايروا بعض، خلاص انتوا شوفوا فين الاصل، فين اصل المشكلة. انتوا مجرد ناس ورثتوا هذه الكارثة، هذه الجريمة البشعة. خلاص نظفوا العقيدة منها، طلعوها برا، ارموها، لا تصلح اصلا لا في الماضي، ولا اذا كانت لا تصلح في الماضي فبالتاكيد لن تصلح هذه الايام. لكن هنا انا عندي وقفة على بعض العبارات اللي تذكرها الشيخ. تفضل. في بداية الفيديو قال انا لا اتكلم من الناحية الاخلاقية. نعم. انا اتكلم من الناحية الشرعية. دي كارثة. كارثة حينما يكون الشرع ضد الاخلاق. الشرع ضد الاخلاق. ويقول لك الإسلام دين الفطرة، هو دين الفطرة سنة وشيعة يتم ممارسة الجنس مع طفلة صغيرة وما يسمى بين قوسين كبار يعني الاستمتاع بها، هو دي الفطرة؟ فكيف يكون الشرع ضد الأخلاق؟ يقول لا أنا لا أتكلم من الناحية الأخلاقية، أتكلم من الناحية الشرعية. إذا في يوم من الأيام كان الشرع ضد الأخلاق العامة المتعارف عليه، يجب أن الواحد ببساطة يفكر يشوف إيه الموضوع. لو كان في منه حكمة ممتاز خلوه، لكن لو كان في بس مجرد غرائز شخصية يبقى هنا في خطأ في هذه العقيدة. كل الكلام ده بالمناسبة يشاركني فيه الأخ أحمد اللي اتصل بنا من ثلاث حلقات من إيران وقال أنا لا أعرف أن هذا الأمر عندنا كشيعة، يعني فدينا بنوثق لك الموضوع من أفواه الأحباء الشيعة نفسهم يعترفون أن هذا الأمر موجود عندهم، الاستمتاع بالرضيعة، الاستمتاع بالصغيرة، وعند السنة ما مش مضبوط بسن، كمان الجماع مش مضبوط بسن الوطأ. وسمعنا قرأ لابن بطال، يعني حتى الاسم غريب، ابن بطال في البخاري، وهو يقول عفوا في فتح الباري شرح صحيح البخاري، وهو يقول لا مشكلة يعني حتى في المهد طيب يتزوجها في المهد تبقى زوجته، بعد كده يحق لزوجته التي عقد عليها ودفع مهرها يحق له أن يستمتع بها قدر ما تستطيع وتحتمل حسب القاعدة التي وضعها رسول الإسلام لا ضرر ولا ضرار، فإن كان هناك ضرر لا يجوز. حابب أكمل لو ما عندك أي بس سؤال على الشيخ السني، يعني هل هو جاهل؟ هو مش عارف انه الحاجات دي موجودة عنده ولا بيدعي ان هو جاهل ولا هو فعلا مش فاهم؟ مش عارف انا فيه. انا ده سؤال صعب بالنسبة لي بالذات الشيخ ده، لانه ذكر الفاظ يعني واضحة، ذكر انه هؤلاء يعني اللي بيمارس ده شاذ، صحيح، وركز على كلمة شاذ. طيب ما هو الموضوع هو موجود في المراجع بتاعت السنة، وموضوع يعني هل الشيخ اللي بيقول عن اللي بيمارس ده شاذ، هل لو كانت بنت صغيرة عمرها 7 سنين ومتينة زي ما بيقول ابن بطال في فتح الباري شرح صحيح البخاري، ايه رأيك؟ بيقول يجوز وطأها، تحتمل. انت ما شايف ده شذوذ يعني؟ هم كله على بعضه بصراحة، الموضوع شذوذ وخطأ، لازم يكون الإنسان عنده من الشجاعة ما يكفي أن يقول هذا الأمر خطأ. طيب موقف المسلم السني النهاردة، هو المسلم السني اللي بيسمعنا النهاردة وشاف كل الكلام ده وسمعه المفروض أن يكون عنده موقف بعد ما فهم، على أساس أنه ما كانش صحيح. فاهم صحيح. طيب كنت يعني بتشتم وبتهزئ في الشيعي لأنه بيمارس الموضوع ده، طيب هو ده طلع تشريع إسلامي عام للكل، لكل المسلمين، طيب موقفك النهاردة يعني إيه؟ يحق يعني مسموح إذا هو حابب يعمل كده، مباح. أيوة طيب ما هو يعني بيحتقر الشيعي بسبب الموضوع، بسبب ده. جهله، كان جاهل لا يعرف. طيب لكن ربما هذه الحلقات تساعد